الحقيقة إن كل لحظة وكل ثانية بيعيشها المواطن، سواء إذا كان المصري أو زي ما حضرتك بتقول العربي، المواطن المتواجد لمدينة العالمين جاي علشان يستمتع بكل ثانية هناك. بالظبط. وكمان نقطة تانية مهمة جدا كمان، إن مدينة العالمين ليها تاريخ بالنسبة للعالم، الهيستوري بتاع العالم، ان هي مدينه العالمين انا بعتبرها هي نقطه تحول بالنسبه لمصر، وبتشهد دايما على اعجاز المصريين ورؤيه الدوله المصريه، ان هي يعني دي بعتبرها معجزه، ان دي كانت ارض عباره عن ارض الغام، عباره عن ارض شهدت الحرب العالميه، والمفارقه دلوقتي ان السياح بييجوا تاني على نفس الارض دي عشان يشهدوا على الاحتفالات وكرنفال سياحي عالمي، فدي مفارقه يعني غريبه جدا، وفي نفس الوقت كمان بتشهد على مدى التحول. المنطقه دي بدات بايه وانتهت بايه، وبقت مقصد سياحي للعالم كله بيجي على نفس الارض بس علشان يستمتع، علشان يشهد احتفالات كبيره. كمان زي ما قلت لحضرتك هو مهرجان فيه كل انواع ايه يعني الذوقيات المختلفه من السياحه، اللي بيحب الشواطئ هيلاقيها، اللي بيحب العروض الفنيه والفنانين هيلاقيها، اللي بيحب كمان الرياضات الخاصه بالسياحه الرياضيه، ودي نقطه مهمه جدا حابين نسلط الضوء عليها، ان مهرجان العالمين السنه دي هيشهد انواع اخرى وجديده من السياحه يمكن بنسمع عنها لاول مره، ابرزها طبعا سياحه اليخوت. يمكن سياحه اليخوت دي نوع جديد من السياحه في مصر، صحيح. وهيبدا كمان في مدينه العالمين الجديده نظرا لوجودها على ساحل البحر الابيض المتوسط، وطبعا احنا عارفين ان فيها المارينا المشهوره جدا والمعده لاستقبال كل اليخوت المتطوره، وكمان هي هتكون محاوله للربط ما بين مواطني مصر ابتداء من مدينه العالمين الجديده، مرسى مطروح، المنصوره الجديده، دمياط الجديده، ان يكون في رحله سياحيه بتنظم او رحله بحريه بتنظم عبر هذه المدن السياحيه للربط بينها، وتكون في باقات بحريه جديده. احنا متعودين على السياحه النيليه، ولكن مدينه العالمين الجديده هتكون انطلاقه للسياحه السياحه البحريه. البحريه والمائيه زي ما بالظبط. حضرتك بتقول، في النسخه الاولى ما شفناهاش، دي شفنا حقيقه. رياضات مختلفه، دي حقيقه. شفنا عروض كمان بشكل مختلف جدا في كل حاجة بقى، وطائرات، وشفنا استمتعنا بحاجات كتير دي قوي. حقيقة. لكن المرة دي بنتكلم على سياحة مائية، الفكرة جت منين ان احنا يكون في دايما في تطوير في الجانب بالظبط. ده؟ ودي ويمكن يعني ده كمان كان شغل معد عبر السنين اللي فاتت طبعا، ان هي محاوله الربط ما بين الموانئ، وشفنا ان كمان اللي بيميز مدينه العالمين عن اي مدينه على ساحل البحر الابيض المتوسط ان هي معده وفيها مارينا وفيها مراكز خاصه بمرسل السفن على اعلى مستوى، وكمان هتكون انطلاقه لان مدينه العالمين ليها شهره وليها باع عن طريق مهرجان العالمين الجديده، فهتكون انطلاقه من مدينه العالمين الى باقي المدن الساحليه المطله على البحر الابيض المتوسط. كمان بالنسبه بقى لكل رياضات الغوص، الرياضات الشرعيه والرياضات البحريه والغوص، ودي هتكون سابقه جديده ان احنا متعودين على الغوص والسنوركلينج والحاجات دي بتكون موجوده في البحر الاحمر، فرصه عن طريق البحر المتوسط ان هي هتكون حاجه جديده لنوع جديد من السياحه، والنوع طبعا اللي بيميز مدينه العالمين طبعا البحر بتاعها والمتنزهات الخضراء اللي فيها. كمان في نوع جديد من السياحه هيكون موجود السنه دي، هي سياحه التذوق وسياحه الاطعمه، يمكن دي ما شاهدنا يعني بنكون بنسمع عنها ولكن ما شفناهاش اتعملت بالشكل البروفيشنال والشكل العالمي اللي هيكون موجود السنه دي، وفكره استغلال وجود وتوافد سياح اجانب من خارج مصر ان انت تبداي تسوقي للاكلات المصريه، وهو ده الفكره ان مهرجان العالمين ده هنستغله للتسويق لكل حاجه احنا كنا شايفين في مصر ان هي لسه ما خدتش حقها، هتبداي تسوقيها في مهرجان العالمين. كل نسخه هيكون فيها جديد، الناس السنه دي رايحه عشان عارفه ان هيكون في جديد. حضرتك تفضلتي قلتي مهرجان نبته، مهرجان الطفل، فكره ان يبقى عندك حاجه للطفل في مهرجان سياحي دي حاجه جديده، فكره مبتكره جدا، ان يكون فيها جوائز، فكره ان الاسر تروح تتفسح وتشوف يعني طبعا اطفالها بيشاركوا اطفال في ده بيشاركوا. بالظبط. طبعا. والطفل هيكون بالنسبه له ده حدث ان هو مستنيه، فكره مبتكره، فكره جديده جدا وعجبتني. كمان فكره وجود كنا بنشوف المسابقات. ده زمان يا استاذ شيكتي، كنا بنشوفه بالظبط عبر التاريخ والاجيال اللي بالظبط فاتت، كنا بنشوفه احنا كبرنا على ده بالظبط وتربينا على ده، مهرجانات ان احنا نكون بنشارك فيها كاطفال، وان احنا يكون دايما لينا وقت مخصص زي ما حضرتك بتقول، ان احنا نشعر دايما ان كاطفال بنشارك في الحدث بالشيء اللي شبه الطفل. بالظبط. بس يعني فكره كمان اختيار ان الاطفال، احنا ممكن نعمل اي مهرجان في اي مكان في مصر، ولكن فكره اختيار برضه عالمية جديده لان البيئه والوسائل الترفيهيه والبيئه البحر والحاجات دي بتاثر على نفسيه الطفل طبعا، وبتخليه يبتكر وبتخليه يبدع وبتخليه يشوف نفسه في المستقبل ان هو عايز يبقى زي الفنانين دول. ففكره وجود المسابقات وفكره ان عمل ده فكره يعني مبتكره جدا،
ده اللي بنقوله ان مهرجان العالمين الجديده دايما هيقدم جديد، مش مجرد طبعا هو في حفلات غنائيه وفي حفلات، ولكن المهرجان مهرجان سياحي اكبر من الحفلات الغنائيه واكبر من اي حدث فني، لان زي ما قلت لحضرتك هو مهرجان شامل، في حاجات فنيه، في حاجات خاصه كمان بالمسرحيات، وفي رياضيه ورياضيه كمان، في حاجات خاصه بوزاره الثقافه، هو مهرجان ثقافي طبعا من الطراز الاول، لان هيعرض فيه حاجات خاصه بالعروض التراثيه والحرف اليدويه، هتكون موجوده في معارض هتنظم هناك. كل ده تطور للنسخه الجديده. بالظبط بالظبط، احنا يمكن النسخه الاولانيه كنا شايفينها يمكن كان فيها مهرجان الدراما وكان فيها مهرجانات اكترها كانت مهرجانات صحيح. فنيه ومهرجانات غنائيه، دلوقتي بنشوف نقطه تحول، بدات تخش عوامل او عناصر جديده بالنسبه للمهرجان، ودي بتجذب شرايح اكتر من السياح، وده اللي بكلمه حضرتك ان هيبدا المهرجان السنه دي يشهد توافد اكتر بالنسبه لعدد السياح الموجودين، ودخول شريحه جديده الا وهي شريحه الاجانب. شفنا نجوم عالميين بيسوقوا لمصر، شفنا سيلفستر ستالون، وشفنا نجوم كتير قالوا ان هم هيزوروا مصر في نوفمبر او هيزوروا مصر في فتره الصيف، فده حاجه كويسه جدا.